إلى المسجد لصلاة العيد ولنقيم هذه الشعيرة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعظمها. فوجدناهم قد حشدوا القوات وحشدوا القوات الخاصة والشغب وغيرهم، وكأننا جئنا لنقاتلهم أو جئنا لنعتدي عليهم، ونحن جئنا إلى هنا لعبادة. حزب التحرير له موقف واضح، موقف شرعي من موضوع اللي هم الصيام والإفطار بناء على الحكم الشرعي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. أبو أيمن، أبو أيمن.